بتاع سندوتشات. احنا هنخليهم يبقوا مؤمنين الاول وبعد كده نقوم وسوسين لهم يرجعوا تاني كفرة ونمارس شغلنا. اه يا ابن الايه يا بابا، ده انت طلعت عفريت يا ابن القرون دي على ابليس مش واي فاي. يلا بينا لاخر مرة هنضحك الضحكة الشيطانية. واحد اتنين تلاتة. صدقوا دي احلى. احنا هنعمم الضحكة دي عند كل الشياطين. قولي تمام. قول ايه. احنا شياطين اه بس رجالة. قول ورايا هي 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 هو 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 هي 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 يا سفلة. يا اخيرا نزلت كوكب الارض، هموت واشرب شيشة. يا ابلوس شطاوطو فينك يا جدع؟ بقالي شهر بوسوس لوحدي. يا ابني انا كنت مسجون. ليه قتلت؟ انا ما بقتلش. يبقى سرق؟ ما بسرقش. امال مسجون ليه؟ شهر رمضان يا جدع. صدق احنا بنفرح بالعيد ده اكتر من المسلمين. انت مالك يا ابني متضايق ليه؟ يا عم الناس مش سايبانا في حالنا، كل واحد ياخد له واحده في اي مكنه تقول له خايفه الشيطان يضحك عليا، خايفه الشيطان يضحك عليا. اضحك عليها ليه؟ انا شغل فيلم الاسماعيل ياسين واضحك براحتي. عارف يا ابني، تعرف ان البني ادمين دول هم اللي حسدونا؟ اه من ساعه ما قالوا الشيطان شاطر، الشيطان شاطر وانا قاعد بعيد في تانيه ابتدائي. سلام يا عم. راح فين؟ عندي درس كيمياء خلص واجي لك. وانا هوصل مشوار واجي لك. هتروح فين؟ راح استشوار قروني. طيب يلا سلام. سلام. خلي بالك من نفسك. وانت كمان. لا اله الا الله. محمد رسول الله. سلام. تعالى يا معلمة أقول لك على حساب الجلة اللي سرقناها امبارح بما يرضي الله. قول يا جنرال. بص بقى يا معلمة، احنا سرقنا امبارح 100,000 جنيه، أنا خدت منهم 70,000، يبقى أنت ليكي كام؟ سه ألف. سه ألف. ثلاثة آلاف. جاني يا جنرال. الله ينور عليك. ألو، إيه يا حمادة؟ إيه يا حبيبي؟ طبعًا بحبك وبموت فيه، ده أنت أكتر واحد بحبه في الدنيا دي. يا نص يا نص يا نص. أنت فين يا ده نص؟ نص نص عايز ايه؟ تعالى ياد هنا ياد، انا نويت والنية خالصة لله ابقى بلطجي. نار اسود ومنيل مكسل خبح لحياتنا والنبي. ياد سلخاوي ايه ياد ده كمان ياد؟ ده شبه الزعافة. ياد انا عايزك تركز معايا، انا خلاص عملت سكة جديدة في الاجرام. عملت ايه؟ عملت اكون على الفيس وصورة الكفر علشانك يا يارا انا لبستلك النضارة. طب وانا فين في الكفر ده؟ امسك النضاره وروح اقعد مع اختها ساره. لا خف اقعد مع ساره لوحدي. لا ياد بص ياد انا عايزك ياد تبقى زيي ياد، عايزك تبقى زيي زيي. حاضر. اوه انا حاسس ان انا دجاجه. دجاجه؟ اه انت هتنقر معايا ياد؟ لا ما اقدرش انقر معاك. بص ياد انت مفيش منك رجا، انا عايزك تقول ورايا. أوه. انا مش هخاف المره دي. انا مش هخاف المره. انا ضاع من عمري سنين في الخوف. انا ضاع من عمري مش كده. امسك ياد انت شكلك هايب اللحظه، الدهاني في وشي. انا كتير. لا ده شريط شيرين الجديد ياد، الدهاني في وشي. هو انت ناقص يا سيدي معلم. يا ده اخلص، خد اشاره البيت. اه يا ابني المفكوكه، علمك تعلم عليا؟ انت اللي جبته لنفسك بقى. الله الحق ناس يا لخاوي. يا نص مالك الواد علم عليا يا سلخاوي. مين اللي عورك كده يا الواد؟ النص واحد. انت انا اللي عورته كده؟ اه يا ابن المجنون انت عبيط. طب ادونا فرصه بقى من النهارده في السلخاوي. انا السلخاوي. انا اللي قتلني يا انا اللي عورني اقتله يا شاهد على روحك يا اتشاهد يا على روحك. يا عم انا مسيحي. ما قلتليش ليه يا عاملها لك مفاجاه. تعالى انا خلاص بقى انا جعان، انا هسلق الواد ده واكله وحشي رز. أوه. ولا اقول لك فريك عشان يبقى كريسبي كده من عينيا. يلا بينا. يا دي الاخبار اللي ما تسرش يا معلمه. خير يا جنرال. بيقول لك بقى الايه، من كثره ما يعانيه الشباب من الفقر والبطاله نصف الشباب بينتحر من فوق كوبري قصر النيل. لا اله الا الله. والنصف الاخر يتحرش بالبنات في الشارع. يتحرش بالبنات في الشارع؟
أني شارع؟ استبحثت عن السكان الجداد؟ استبحثت يا معلمة وجبت لك كل الديتيلز والتفاصيل. جيف مي. بص يا معلمة، الناس دي مكونين من شين عين. شين عين؟ شيخ وعياله، ولد وبنت. طب ما حلو الشيخ، ما منوش آذى يعني. لا منه يا معلمة منه، أنت فاكرة الشيخ اللي جه قبل كده وقعد يلعب في دماغ العيال لحد ما عصاهم علينا؟ حق يا جنرال، ده لو طلع زي الشيخ اللي قبليه يبقى هنون. هنون؟ هنغسله ونكويه. انزراف. أموت في الانحراف. بتقول إيه يا تامر؟ مش سامع يا حبيبي إيه؟ أي بقى على خرق أنت على تافه يا كلب. خلاص بقى يا عم الشوح هقول لك. عايز إيه؟ بص بص يا سلخاوي، الواد أخويا الكبير ده اسمه هادي، الواد ده شغال مدرس. أنا بكره المدرسين كلهم يا، مش دول بتوع قطاتي الصغيرة اسمها سميرة وخدها الكوت مشمش وزنقها في الجزيرة؟ مش هم دول؟ أه يا عم فكرتني، أه صح هم دول. أنا بقى لو شفت مدرس هموته يا. بص انت مدرس يا؟ يا عم مدرس ايه؟ حرام عليك بقى، انا صاحبك من زمان يا سلخاوي لسه بتفتكرني دلوقتي. طب عايز ايه؟ بص الواد ده ما ينفعش اتعلم عليه. قول لي ليه بقى؟ ليه؟ لان البنت اخته الدكتور هتزعل منك. ليه؟ اللي هيزعلها هيخش النار. ليه؟ البنت دي خدودها بيضا والقطنه ما بتكدبش. البنت دي اسمها ايه يا؟ هدى، بيقولوا انها دكتوره. عارف لو شفتك في يوم بتبص للبت دي ولا بتتكلم معاها عامل فيك ايه؟ صدقي بقى عيب عليكي، عشان انت عارفه ان انا مش بتاع الحاجات دي خالص. وبعدين فكيني بقى، انت هتفضلي ربطاني وتعملي فيها الحاجات دي لحد امتى؟ يلا بقى عدي عليا بالليل شيخه. الو. ايوه يا زياد يا حبيبي. والبت دي بتنزل امتى بقى ان شاء الله؟ كل يوم في نفس الميعاد ده بالظبط. يا اهلا وسهلا يا ست بجعه. بحيره البجعه كلها ما شاء الله. وانتوا هتقعدوا بقى فتره كبيره معانا هنا ولا هتعملوا ايه؟ يعني على حسب ما نستريح في المنطقه. لا ده انتوا هتستريحوا في المنطقه دي اخر راحه، عشان انا العرباجي بتاع المنطقه دي لو حد كلمكم هموته. انا عندي جثث كتير مش هعلقها جوه يا دكتوره، لو عايزه جثه تشرحيها تعملي المحل. عايزه ايه؟ جثه؟ اه لا انا مش دكتوره زي ما انت فاهم، انا دكتوره في الادب. في ليه؟ في الادب. يعني امك يا اختي، يعني انت ضيعت عمرك ده كله عشان تتعلمي الادب؟ اه. طب وما ربيتهاش ليه؟ وفرت عليها التعب ده كله. لا هي دكتوره في الادب، مش الادب اللي حضرتك عارفه انه عكسه قله الادب اللي عندك، يعني لا يعني الادب اللي عندها ده نوع من انواع الفنون. فنانين يعني؟ لا ده احنا ربنا يكرمنا مع بعض، واحتمال على الطلاق لاعمل لك اغنيه يا بنت هتفلقي العالم. تعالى افهمي. تعالي استاذ. افندم. عايزك تديني درس، عايزه اتعلم اقرا واحده. بس كده من عينيا الاثنين. طب تعالى نتفق. اتفضلي يا دناس. معلمه هات لنا الشاي. بلبن. بايه؟ بحليب. لسه ما اتفطمتش. بقول لك ايه يا عم الشيخ. ايوه يا بنتي. انا عايزك في كلمتين. خير يا بنتي؟ لا لا لا، دول كلمتين سر يا اخويا، اخاف اقول هنا حد يسمعني. تعالى معايا عند الدكانه. اتفضلي يا بنتي. اتفضلي. خير يا بنتي؟ في ايه؟ بص يا عم الشيخ، انا عملت ذنوب كتير قوي ونفسي اتوب بقى. جميل جميل جميل. ايه ده، انت عرفت منين انه جميل؟ لا مش جميل، لا جميل ان انت تعترفي يعني بذنوبك، وده بدايه طريق التوبه يا بنتي. علام. علام ايه يا معلمه اللي انت عايزه تتعلميه؟ وماله الجهل؟ ما انت احسن من 100 نطع متعلم زي اللي قاعد جنبك ده. جرى ايه يا اخ جنرال؟ هو انت مش عايز المعلمه تتعلم ليه؟ خايفك شايفه وهو بينصب عليا وهو بيغلبني في حساب الغله بتاعت العيال اللي بيلعب نصاب. ايه ده يا معلمه، انت بتشك في ذمتي؟ ده على اساس اني دبوس. مش ضاحك. طب بشك في ذمتك. بتشك في ذمتي ليه يا معلمه؟ انت ما تعرفيش انا ابقى مين؟ حرامي سابق. الحمد لله. ومدير اعمال شيخ منصر حليه. فضل ونعم. هتكون مين يعني؟ نونسين. نونسين؟ نيكول سبا. نيكول سبا؟ انا نيكول سبا؟ طب على الطلاق ما انا قاعد لك فيها وشوفي مين هيدورها لك. غور في 60 دقيقه. انا غور في 60 دقيقه؟ تصدقي ان انت وليا واو 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 وليا واطيه. انزراف. اموت في الانحراف. الاستاذ هو اللي امسك لي الشغل.
بس احنا ما اتفقناش على كده، احنا اتفقنا ان انا اعلمك وبس. وهتمسك لي الشغل برضو. بس يا ست بجعه ما ايه وزدي يا ست، انت هتذليني عشان تتعلمي؟ جرايا يا استاذ، هو العلام فوره تحطوا لي في نص كوبايه ميه الشبت وتعلم؟ ما الموضوع هياخد وقت والعيل كده تهن. وانا ما اقدرش اهين تاريخي التربوي على ايد مجموعه من الرعاع والسريحه اللي شغالين معاكي. وانت هتهينه ببلاش، ما انت تاخد عرق وبجرب. انا مش مقتنع. اقنع. يا بنتي كل ده حصل لك. اعمل ايه يا عم شيخ؟ اصل الواد كان مزد قوي، ولا اللي قبله كان امز منه. ايه ده، هو كمان كان فيه قبله؟ وقبل اللي قبله كمان. الله 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 الله، ده انت هاويه بقى. جرى ايه يا عم شيخ، ما تحترم نفسك. ايه هاويه دي؟ انا محترفه. طب وانا ايه المطلوب مني دلوقتي؟ تعلمني ازاي اتوب. اصل الناس هنا في المنطقه بيقولوا عليا كلام مش حلو، وبيقولوا ان ماشي بطال. امال عايزاهم يقولوا ايه؟ انك صينيه كوسه بالبشاميل يعني ولا ايه؟ وضع طبيعي انهم يقولوا ان ماشيك مش بطال من اللي انت بتعمليه. طب ادعي لي ربنا يغفر لي. يا بنتي اللي عايز ربنا يغفر له يدعي هو بنفسه، ربنا مش محتاج وسيط. طب ما انا ما بعرفش. اتعلمي يا بنتي اتعلمي. طب علمني علمني. اعلمك ايه؟ ده ايه يا عم الشيخ؟ يعني هتكون هتعلمني ايه؟ الرقص؟ عايزك تعلمني ازاي ابقى محترمه يا اخويا. اللي عايزه تبقى محترمه تبقى محترمه من جواها الاول يا بنتي. والله حاولت كتير يا عم الشيخ، بس اعمل ايه بقى؟ منه لله. هو مين؟ الشيطان هو اللي بيغويني. نعم، الشيطان اللي بيغويكي؟ ده انت اللي بتغوي دلوقتي حالا اهو. مالك يا عم الشيخ في ايه؟ بلا مالي بلا بتاع، ابعدي عني. انت ده انت سخنتي يا عم الشيخ. ايوه تهببت، ابعدي. طب تعالى معايا. على فين؟ تحت البنك. لا تحت البنك لا. هعمل لك كمادات. عشان السخونيه يا دماغي راحت فين؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتفضل. ها قلت ايه بقى يا ست البنات؟ قلت ايه في ايه؟ عايزنا اشتغل رقاصه؟ ده منظر رقاصه.